أهم الأعمال المدنية التي تقوم بها هيئة الإغاثة الإنسانية في قرية كوسانيا، أولاً بناء خزان عالي بساعة 60 متر مكعب وارتفاع 18 متر. هذا الارتفاع يحقق لنا إيصال المياه لجميع أبناء القرية. كما لدينا بناء محطة تشمل غرفة المولدي وغرفة التحكم. ولاحقاً إن شاء الله سوف نقوم بصيانة الشبكة القديمة والتوسعة من أجل إيصال المياه لكافة المواطنين في هذه البلدة.